إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، إن شاء الله تعالى كتاب كينا التبيان في آداب حملة القرآن، ونحن سوقنا الباب الخامس باب كشنات في آداب حامل القرآن. نوان كنا وحويان قفك قرآن كحنباري آداب تلقى دوني قفك ذاتك قرآن كأخرستا وقرآن كيقان وقرآن كحفتي آداب تلقى دوني. إمام نور رحمه الله تعالى وحويري قد تقدم وصهر مري جمل منه وحكم ذهر مهان آداب تقفك قرآن كيقان وحكم ذهر وصهر مريان في الباب الذي قبل هذا باب كنكه ريك صهر مريان. ومن آدابه آداب تلقى دوني قفك حامل القرآن كقرآن كيقان وحكم ذا أن يكون ينو أهاده على أكمل الأحوال حالته أكهم لسان وهذوي وأكرم الشمائل لقا يدبع توكرام بضين كسوغيه. هذه قروح لدوني قفك قرآن كحنباري وقرآن كيقان آداب تلقى دوني وحكم ذا مروا بين وحالات صار كسوغيه أخلاق ذو ناقصنا إنه كسفي سيء، وأن يرفع نفسه نفتي سواء إنه كقر غادا عن كل ما نهى القرآن عنه وحكست قرآن كريري قرآن كريبي إجلالا للقرآن وينين قرآن كوينين قفك حامل القرآن كأي أداب سوى حكم ذا إنه وحكست قرآن كريبي وكريبتهم إجلالا للقرآن وينين قرآن كوينين وأن يكون وين أهذا مصونا متك إلى عشان وين يهي عن دني الاكتساب شقوين كليته أذكر ما كسر هذا النج شقادم باي ودي وحير شقوين كليته محل غوا ما شقوين كدتك أي ويا قان شقه وسع قفك حامل القرآن كاهي وما في عنك شقي قفك حامل القرآن كاهي إنه كشقي ما هبون شقوين هو سويا دتك دغنكا أما دغنكا اللغية قانونة تهي شقل لذتين تهي شريف النفس قف واحد ربما نغضو قف نفتي سا شرف أيام نغضو ويكم مغطو شرف أيكم مغطو مترفعا وين قف سكر قاضي وسكر يلا أنا هوستقين على الجبابرة ذاتك يعني كبير كبضان يوال جفاتي من أهل الدنيا ذاتك أدادك أهل الدنيا ده إنه سكرس الرجيب على الدنيا ذات كبير كبدان قوة آدي أو على ذق بلغنا كود أذقي هاي ومن أهل الدنيا إنه سكرس الرجيب على الدنيا متواضعا وإنه يسهو صيصيا للصالحين ذات كون ونكسن يو أهل الخير ذات كأهل الخير كا والمساكين ذات كمساكين تاه وأن يكون إنه يه مر رب متخشعا مد هذه الجور خشوع أي عبسك مغطوا دا سكينة ووقار دقنا شيء حصلون له ويقن سفوين كانت المامي دادك أمر المامي هذا قف كردغ مايا إنو يريحي بان أمرنا يرمتي سفوين أو سر يويا. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال وحل قوري عمر بن الخطاب إنو يري يا معشر القراء ودادك قرانك يقانو قرانك أخريو ارفعوا رؤوسكم مدحيدنا كروا وقادة مدحيدنا كروا وقادة فقد وضح لكم وحيني عداري الطريق وتضويني عداتي مدحيدنا كرو قادة واستبقوا الخيرات كدك دقة خيرات كدك دقة ولا تكونوا هون قونين عيالا على الناس ضدك إن بريدانو ضدك عيال هون قونين يعناها بريدة يوح الله ميدا إن سكيل لسان والله قمر ما قف كان مرك يعني قرآن الله سبحانه وتعالى قف حنباروي مرك واحد قد ونيا إنه يهيقف نفتي سوية تهي قف إسكلوه محيا من عاسو كلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود وحيري
ينبقي لحامل القرآن قفك قرآن كحنباري وححبون أن يعرف بالليله إنه هبين كيس موجيه إذا الناس نامون ضدكم مركز سحران وحل الدنيا يصبوا إلانه سحن ضدكم مركز هردن هبين كي قفك قرآن كإله سبحانه وتعالى براي وقرآن كحقية غنى أما حامل القرآن كاهي وحلي عبد الله المسعود وحل الدنيا هبين كيس إنه هبين ذلك لكدوينهن يعني هبين كيسه إنه هدوينه هد ضدك على سيء هبين كوه وضدكم مركز هردان يسوقوا حل الدنيا إنه برنامج يالله تكنا قرآن كأخرنا وبالنهاره ما ننتسنا وين كد وانتهي مع المهضف كلا إذا الناس مركضتكم أي مفترون أفرينهم يعني صوم كيس إنه بدني هاي سجى هبين كيس رادو تكنا يو إنه بدنتهي ما ننتي صوم كأو صوم إنه بدني هاي صوم كيس بدني هاي وبحزنه مرغديسا إذا الناس يفرحون ضدكم مكي فرح سيهين ومارت الدنيا كفرح سيهين يسوق إنه مرغي سيهين وببكائه أو هنتيسا إذا الناس يضحكون ضدكم مكي قصليان يسوق أو هن بالجهرباء لأن قران كيبو حبار سيهين قران كآيات كيسية تدبر كيس إنه هذه قو كجروية وبصمت وبصمته أم مسنانتيسا إذا الناس يخوضون مكي ضدكم الدنيا كل حجران oo hadal badan ay sameynayaan ama xan ku dhex jiraan ama musnaanta isaga inay gaar u tahay baa la doonaya wa bi khushuuhi khushuu baa laga rabaa idan naasu yaxtaaluna dadku markay kibrayaan al-hasib abdullahi min mas'ud rahimahullahu ta'ala wuxuu qorta lana yahay qofka quraanka xambaarsan inuu habeenkii salaatul tukado maalintii inuu soomo farxadda iyo qosolka badan inuu iska ilaaliyo meelaha dadku ay ku dhex jiraan hadal xumada iyo aflagaadada iyo dacaayada iyo wax la mid ah waa inuu ka aamusan yahay kibirna inaan lagu ogeyn marka waa sifaad runtii aad iyo aad u fiican weeyaan oo la doonayo qofka quraanka yaqaan ama quraanka xambaarsan inuu maaratay ku dhaqmaayo sidoo kale waa an xasan al-basri rahimahullahu ta'ala xasan al-basri abu sa'id xasan ibn yasar al-basri oo taabici weeyaan waxa uu yiri أنه قال إن من كان قبلكم أمذهن كهري وحاها أن من كان قبلكم كويد كهري وحاها كويد كهري رأوا القرآن القرآن كي أركان يعني ضدكين كهري صحابة بشري رأوا القرآن القرآن كي بأركان قرآن كي وحي أركان رسائل من ربهم إنه يهي مسجيو أما فريمو إلهي سبحانه وتعالى حقي سكيمي حلق أسال لي حسن البصري وسوى تابعي ويا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مركزكها الله يوحي ليهي ضديه وضدكين كهر صحابة أها وحي أركان قرآن كونو يهي رسائل من ربهم فرموه إلهي سبحانه وتعالى حقي سخيمي فكانوا يتدبرونها وحي هاي قوة كتدبره بالليل هبينكي هبينكي وكتدبروا جرين يعني أخرين جرين هبينكا سلم بأخرين جرين وينفذونها وينفؤفين جرين وفرين جرين في النهار مانتي هبين كينا ويكون تدبر جرين مانتينا ويفرن جرين وتدبر كهبين كي وحا ويان أخرين تن لآخرين يا قرآن إيوه كنت كشلا لقوت كنا إيوه مانت فلن تيدنا وحا ويان لوحي قرآن كو أمرين لي مادو صون كغفو الله إيماني مانتي سومعي يوحي لمدكها ما كسيدا أسبي وحا يندك السحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام معناها ددك قرآن كي يقانو sida waxa ka dhigtaan wada ka dhigta wa an fudayl ibn iyad rahimahullahu ta'ala fudayl ibn iyad isagana wuxuu yiri yan baqi li hamil alquran qofka quraanka xambaarsan waxa haboon an la yakuna lahu inanu lahanin wa haajatu wahdana inanu ulahanin ila ahadin qof oo min alkhulafaa khulafada kamida يا فمن دونهم عدة كسوكيسة تذكر بدنا أبا يا شعراء أبا وحلوين تحاميني أما أنا تذكر خلفاء أو هوس جوجان والله عكسوقاتان هذا يقول وحكي هلا وحكر هذا سلام وبريء وحلم ده مركوح ليه هاي تذكر قرآن كحباري وحل الدنيا إن أنا تذكر ماذا حد أكتر وارب ده حد دنا إني كجل بال الدنيا لأن يعني إهانة من غنى القرآن كله سبحانه وتعالى تذكر ماذا حد أه وخلفاء أي وقت تذكر سوكيلا أما وزير هالنقطة معيد كهالنقطة وعنه أيضا سيدو كلا وحو يري فضل بن عياض
حامل القرآن قفك قرآن كحمباري حامل القرآن كاللو يقانا حامل راية الإسلامي إسلام كعلن كي سميد حمبار سوي قفك قرآن كحمباري وقف إسلام كعلن كي سميد حمبار سن لا ينبقي له أمه بون أن يلهو إنو عياره مع من يلهو عد عياره سينو عياره ولا يسهو واسكمي وياني مع من يسهو ولا يلغو إنان اللغويين لغو الإيمان أفهم الله إيمان مع من يلغو ذاتك مركي أفهم الله إيمان يا رميها الله فريان دعاية ذا يظلمتك وميها الله سقوي ماذا وإنان كل حجرين تعظيما لحق القرآن قرآن كو حبار سيهي وينين وينين أوقيت هو النصيحة يعني فضيل معيال رحمه الله تعالى والوية قاني عابدها ني عبادة بضنبوها مركا سيبا وحب ليه قفك قرآن كحنبار سنة وقف حنبار سنة على أنك إسلام كأيوه سداء عيار إيو أفهم إيو ديال إيو وحاس إنو ليه ماذا ما ذاتكو مركا وحيالها سمينيان يعني إسو إنو قول وقبه حيال لدونية إمام النووي رحمه الله تعالى وحيال فصل ومن أهم ما يؤمر به وحاوين أول أمريو أمهم سنة الله أمريو قفك حامل القرآن كأه أن يحذر إنه كدكتور هذا ويه كل الحذري دكتور لما أنت إنه كدكتور هذا ويه من اتخاذ القرآن القرآن كإنه كدكتور معيشة النلول يكتسب بها أو يعني حكى سبضه قفك حامل القرآن كوحياله أمهم سن ولو شيء الأمر يوحويان إنه كدكتور هذا إنه القرآن كدكتور معيشة أو حكى سبنايه القرآن كي نخلي تطلع عيشة وحكة صناعية، القرآن كي مركو برتا إلهي سبحانه وتعالى قلبي يسكت الجيء، إنه كبر تمير الله عكس صور صدق، قال القرآن خص آخر كوكل مير أفرى كوكل مير أفرى، والله عكو قاعد قف كوي ما دبوا حوي وإلى وحي ربو آخر، أما وحي ربه إن الله عك جاج كريسوت رادي تعسوس كبر هنسا، ما له دوحة كهذا لأن كهذا اللي دبوسك كوه حلو يقانو ضد كل لو عري يقف قاعد حتى دوس هاي السنة اللي قف عينه مثلا والد كي مركو كان دوس عيالك. إن اللي هذا دبوس الآن عنو قيمة بلابا يمانت وأنا دبوس كنتا حيالاس وحيالا قفكا يعني أكينا يمارت إنو شرفتي سكول عدوية قرآن كنا وأنو قونا يسقفكا إساقاه إنو قرآن كي حقي سانوسين مركو حلو قد قايا قفكا قرآن كحنبارسن إنو سن قرآن كدقن معيشت ووحكسو كسبضو فقد جاء عن عبد الرحمن ابن الشبل رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن ابن الشبل ابن عمر أيها الذين آمنوا من أهل المدينة وها وحورن تحلق إمارة معاوية رحمه الله تعالى قال وحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحور اقرأوا القرآن قرآن كأخرية اقرأوا أخرية القرآن قرآن كأخرية ولا تأكلوا به وحبها كعننا ولا تجفوا عنه يعني قرآن كأخرى لنا هذه كور هي ولا تغلوا فيه قرآن كيها يعني هكو حد قد بننا حديث كاني وحويان وحديث صحيح حويان سيدة سلسلة حديث صحيح لغو الصاري وكان نبي عليه الصلاة والسلام دكو حمر يا قرآن كا إنه ينكد لغن ميل أي وحكو عنا قفكي دكو قرآن كبر أي وحال دونيا إنه يتبر رعاد كنو قطهي إنه إلهي سبحانه وتعالى ودوان شعو كدوان يتا إلا إنه لغا مرمان تهي مويا ويعني قفكا نساقا هي وحكا لأنه هلي كرنو وح waxa la siyaa mahana laakiin uma furto oo jiraado lacag baan u furtay ba inuu quraan dadka baro qaliga fiican yahay sidoo kale quraanka hada goor laga warhayo way in quraanka yaani wax arkaysa marka qaar kood qofkeen u leeyahay quraanki bil quraan ma akhriyo kale bil quraan ma akhriyo in quraanki lagu had gudbana la marabo wa an jabir radiyallahu ta'ala anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal jabir ibn abdullah wa hawiri اقرأوا القرآن قرآن كأخرية من قبل كهر أن يأتي إنتان إيمان قوم قرى إنتان إيمان يقيمونه قرآن كي توسنا إقامة القدح سيدا الله يبكو توسن يوكلا يتعجلونه لكن الدنيا دي بكو عنايانو ويدك دكسنا يانو ولا يتعجلونه تبقوا لغن ما يانو آخر أجل كدوني ما يان قرآن كأخرية إنتان إيمان قرآن قرآن كسيدي لربيب أتوسنا يانو قرآن كسيدي اللي هاي أبرنا يان وآخرنا يان لكن علا ده هستا محاوية يتعجلون ويدك دقا يان معنو وحويان أدون كي وحكا وحكا غير هاتسنا يان قرآن كي وحكا وبرتا وحكا لماها إني أدون كان
تندق دقيس أدوك وياني إن واحد كهلا ولا يتأجلون يعني يدبوا بقنا إنه آخره أجر كهلما يعني رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد معناه يتعجلون وحلق وضع يعني أجره أجر كيسب دك سنايا إما بمال وإما بسمعة أو نحوهما نيشي والربين الله سبحانه وتعالى قرآن كدتك وبرايه آخر السنة وكربين وكهره وحلق كرات سنايا مال أما سمعة هبل وقاري إلا جراده هبل عدك زوناك سن هبل اللوير اللي لكالي وأنا كان قاري وي انتهى الصبح وشاق يستابع هلا قاش يقول القرآن كوا خرنا يا واحد والنحو هي ما واحد لمدة مرق القرآن كوا حوي إن قريب تعمل وش قيس سنة يو ما القرآن وعن فضيل ابن عمر فضيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخل رجلان لمن با وحي صوغلين لمن با وحي صوغلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي كم ذا با وحي صوغلين مسجدا مساجد بسوقلين فلما سلم الإمام إمامك مركو سلام نقصدي وسلام عليكم سلام عليكم يري قام رجل نبا استاغي لما فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كم لمن وكم ذا بسوقلين مساجدك صلاة دي بكفرتان إمامك مركو سلام نقصدي وسلام عليكم سلام عليكم يري قام رجل نبا استاغي فتلا آيات من القرآن وكبر مركو ورس آيات القرآن بأخري وهو استاغي آيات القرآن أبو أخري آيات القرآن كما أبو أخري ثم سأل أو بريدت في بريه مرك بريه دي سيقول كهر مرسل آيات القرآن تذكي أمارتي وكوك عناية فقال أحدهما لبدي السحابي وصوق لم يتكم إذا وحبيري إنا لله وإنا إليه راجعون مركو أركنكي أنتو استاغي القرآن أنتو أخري مركو القرآن كأيد أخري كبعدنا تذكي بريه وهو ديستي أيو نكي السحابي لبدي السحابة ذا متكم إذا وحير هذين إنا لله وإنا إليه راجعون واسترجع يعني ما كي مصيبة بعضه كله أي الله استعماله الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لذكاس إلهي سبحانه وتعالى مركي مصيبة كل عضي هذا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى دوش هذا وحي يليا نحريس يا رحمة بالله سبحانه وتعالى يليا مركا سحابي بوحي يلي إنا لله وإنا إليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام ما وحن كم مقلع صوله نبي عليه الصلاة والسلام بأمر محمد عليه الصلاة والسلام سيجيء قوم قراء إيمان دونته يسألون بالقرآن القرآن كوحكوه دي سندونا فمن سأل بالقرآن قفك القرآن كوحكوه دي سته فلا تعدوه حباسين قراء إيمان دونته آية القرآن ينتي أخر يام بدتك وحكوه دي سندونا أنا واحد لقد قفك دتك توكسي عادي على قضب وأن مصالح قدتك حكوه دينا يسوه مصالح دي سته دتك حكوه دي سنايا نيك السحابي مركو حيري ومطبع إيمان دون تحت طبع إيمان دونه قرآن كتتك حكوة دي سنعي فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه عد قرآن كتتك حكوة دي سته وحبها سنين وهذا الإسناد إسناد كان منقطع وأيهي فإن فضيل ابن عمر نينك اللي هذا ولم يسمع السحابة السحابة الحكامة لكن حديثك هو حليري حديثك هو حديث صح حسن وياه حديثكم وحديث صحيح فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس سأسكوي من سوى حسنة وحيمان دون قل إيمان دون يقرؤون القرآن القرآن كأخرنا يان يسألون به الناس تطيع وبريا يا مكة أي قرآن كأخرنا دونا معناها قرآن كضد كمركور قلبي يسوع سجدنا يا قرآن كوا أخرنا يان ضد كمركور سجى استان مركا قلبي صفران بيبريا يا مركو حاسه حيسته وحاله سيء وحاله سيء مركا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ضد كنوع عصو كراهي وحبها السنين فمن سأل بالقرآن فلا تعدوه وأما أخذ الأجرة أنت مركو الشيخ شيخ مثلا مركو حيمان يسا أحكام كتاب كده كوربان شيخ إمام نووي رحمه الله تعالى أحكام بضن بخصوص أرون دونا أولي بوحو كين دونا اختلاف الفقهاء أولي بضو بوحي كالقبان بو كين دونا حد مثلا مركو الشيخ قرآن كدتك إنان لقد كان شقو وأن العقل وقاضا وحبر ديسا أي وحو كان مثلا أمرك مثلا نتيجة السويديو قرآن كهدي أجر الرقاط العرب الرقاط مثلا ودكس فرتوه كليه قفك أسحال كيسم حنو قرام بنان تامسن بنان تسوق هالله وأما أخذ الأجرة على التعليم القرآني ضدك قرآن كإن لبرو أجر إن الرقاط حول إن الرقاط
وأما أخذ الأجرة حول إن لبقاته على تعليم القرآن قرآن كبرديسة فقد اختلف العلماء علماء واسكو خلافين فيه علماء واسكو خلافين معناها قولوا واحد تلوان بنانا قولوا بنانتا إن أنت مير فريسة تراد قرآن كبرية العقنا كأوروسته علماء قيبوا حيث ما بنانتا قيبوا واحد تلوان بنانا يجب كلا صاليما فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي الخطابي باوحى لقاها يا منع أخذ الأجرة عليه وكورم وحي إليه وشيغي منع أخذ الأجرة عليه حول إن لقاقاته تذكى قرآن كما كلا برأي إن لما منوع أيتها إن الديني أيوه وكشيغي عن جماعة من العلماء علماء أو تربضان بكشيغي خطابي باوحى لقاها يا هاي علماء بضان باوحى إلادين قرآن كإن لقاقات العق ما هبونا والا ديني منهم وحكم العلماء الزهري إمام الزهري تابعي يربوها وأبو حنيفة أذكرني سامو حنيفنا يو عن جماعة كهدن وحي هذا مرك أبو حنيفة إمام الزهري وحي رادن قرآن كتبت كما كلا برأي إن لقوقاته إن حول لقوقاته ما بنانا وعن جماعة قلك أن وحي راد أنه يجوز وبنانته إذا لم يشترده إذا لم يشرده تدان شرط كذلك أما أرون مثلا يعني قرآن كي علقا وانكوب رأي لكن شرط بلو بيتايس هذا نصائر قرآن سفر سويح اللو كينا قاته وبنانته وهو قول حسن البصري تابعي ويان إمام والشعبي إمام الشعب بن سيرين تابعي ويان وطهب عطاء تابعي ويه ومالك إمام المالك والشافعي وآخرون إلى جوازها حسن البصري إيو وحي تلمامين أرنك إساقاهي إنه بنانته إنه كقاته إن لو قادن كروه إمام الشافعي بكرين المالك يا عطاء ابن سيرين وحي رهدين قفكو حوله وكو قادن كراي منك دد قرآن برايو يعني وارن كراي قفكو قول بإنت سنك قادن يعني قفل بإنت سنك قادن يعني. إذا شارده هدو لشار دمامك واستأجره واستأجره ويعني إجارة إجار ولا إجارة مو يراد بلو بإنت سنك ربا إجارة صحيحة صحيحة وقد جاء سوحي يمي بالجواسي الأحاديث صحيحة أحاديث بنو تلمامس وصحيح حباتيمي مارك إن مارت سقفكو معالنكو قرانكو قادن كرا أرضدي قرانك ربيل وربا إنتاس بادي كربا أيوه وحو ليها وحا كتيمي أحاديث بدن مارك وحو كالسارة يعدي الديدي يعدي أقلاتي وحو ليها إمام النور رحمه الله تعالى واحتج من منعها عدة الديدي إن حول الوقاته قرانك عدة الديدي إن قرانك مارك تطلق برايو أجرال وقاته ومشهر وقاته عدة ديدي وحيد دريشنايان بحديث عبادة ابن سامت حديث عبادة ابن سامت بدريشنايان أنه علم رجلا يعني عبادة ابن سامت باوحو براي نمبو وحو براي من أهل الصف من أهل الصفة ذاتك أهل الصفة الأورنجري وذات وحي هايين صحابة كم إذا هو أن حول هاي سنة يعني دقال الهم بهاي ممكن النبي عليه الصلاة والسلام بس كده قال إنجري مسالك حق سدم يسحجرين ما كانين اهل الصفه ابو وحو براي القران قران براي فاهدى له قوسا نينكي ما وحو اسو هديه او كيناي قوس بو كان قوس كان وين قنا لب يعني قان لا قانسو قانسو اسو هديه مركه قران كاي برتبي قانسدان هديه او قاو مركه مشهر وكلا ويان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام با وحو كيري إن سرك هديك فرح قلني سعباده أن تضوق بها إن لقد ضوبه ضوقا ضوبتان من نار النار إن سرك يعني قرت سال لا قد ضوبه يدو النار فاقبلها قبل قانصدي الله سو هديه ما دام من القرآن براي نك القرآن كبر بقاسو كهني قانصدي مرك الله كهنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وحكو يري هدات كفر حيث قانصدا إن قرت لا قد ضوبه يدو النار قادم لأن محوك وضع نار بيك وقلنا ونسيها قادم معنا وهو حديث مشهور بإمام النووي رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلفي وحكروا سؤال ارتيدنا آثار بدن وآي السلفي كسؤال ارتقفكوا إنه حكو قادم كرو يعني قفكوا إنه حكو قادم كرو ذلك مركة دريشانية إنان قرآن كالعقل وقو قادم مركة قف بريسيت بحديث كالدريشانية قولنا مركة بنيني سيئن العقل وقو قادم
وقفه مشاركه قادم كردت القرآن كبرايو حديث كان محيك يرادين وأجاب المجوزون كوة بنيي إن قفه مركو قدد برايو قرآن كالعكو قاته وحي أقول جوابنا عن حديث عبادتي عن حديث عبادة عبادة حديث كسو وحي أقول جوابين بجوابين لا بجوابه أحدهما أن في إسناده مقال حديث كوة ضعيف بيرادين وثاني تلابادنا وحويان أنه كان يتبرع عبادة مرك القرآن كبرى يتبرع بيكاهت أنه كان وقها يتبرع مت كو تبرعي بتعليمه بريتان كيسا فلم يستحق شيئا وحنه فلم يستحق ما أنه متيسا شيئا وحبا تبرع بيكاه مرك القرآن كبرى ومشيقين إنو مارتي مشقايات كربو القرآن كمرك كبرى يتبرع بيكاهت ثم أهدي إليه وحل لوصد هذه على سبيل العوض بدل أهم بلوك ما دام القرآن كبري بدل أهم بلوك أنا مك قنصدا يده فلم يجوز له الأخذ إنه قات وما بنانا إنه قات وما بنانا بخلاف يعني وحي يجو قبان قفقه هدو ويرادو تبرعها القرآن كبري وح كستو لوس هذه إني بنانا فصلون انتو كقبل ابي شوق مركو ينبغي ان يحافظ انه حفظيه او الى ليوب على الدنيا قف قرانك الله سبحانه وتعالى افديه وانه حفظيه على تلاوته قرانك اخرتيسا ويكثر منها وبديو مركا قفك وحل الدنيا ان الله سبحانه وتعالى قرانك بري قرانك انه اخرتيسا الى ليوب وبديو ولي اخرتيسا wuxuu keenaya marka qaabkii quraanka u dhameeyeen jireen salafkii bal hala fiirsado kana salaf radiyallahu anhum salafku waxay ahaan jireen salafku waxay ahaayeen lahum aadaatun mukhtalifatun aadooyin kala duwan bay lahaayeen fi qadri ma yakhtimuna fihi sida ay quraanka u khatimaayaan dadka quraanka iyo qaar markeen ka faa'iideystaan laga barma wayan imaam an-nawawi rahimahullahu ta'ala waxa uu keenaya oo ka hadlaya سلف كي قاب كي القرآن أخذ مجرى أدرى مجرى إنك واحد لقيا بعد رمضان كوا مانتي توان مريا إن مارت لقيا بين أنا بجسبه ولا آخرين بقى قال واحد لقيا بيني فيرن قال إن دم يسال لقيا بقرآن كي مرك سلف كوا حس مجرى أنا فيرن فروى ابن أبي داود عن بعض السلف يقول وكورنا رضي الله عنهم أنهم كانوا وحيها يختمون وقت يعني لما يقرآن في كل شهرين ختمة واحدة waxa uu soo naqlinayaa salaf ka mid ahii labadii bilood ba hal mar ay dhameen jireen mana maalintii oo kale nus jus inuu akhriin jiray qof marka saado ku wado laba bilood buqraan ku dhamaanaya wa an baadhim salaf ki qayb kamida waxa laga wariyay fi kulli shahrin khatmatan bilow bayna mar dhameen jireen yaani maalintii jus oo kale qof intuu akhriyo bishii waska dhamaanaysa marka maalintii jiska akhri bishii bisaas ku dhamaanaysa marka waan baadhi waxa laga wariyay fi kulli 10 tobankii kala fi kulli 10 layalin tobankii habeen oo kastaba khatmatan ina mar dhameen jireen soo maarada tobankii habeen oo kasta yaani markaa saddex jismaantii akhriyo kala toban ku dhamaanay quraan saddex jismaan ka akhriyo oo kala toban ku dhamaanay marka salafii qayb kamid waxa laga wariyay inay ku dhameen jireen quraanka toban cashuur gabiisa وعن بعضهم في كل ثمان ليال وحكوا لغا وريو قوه كلا ان القران كدمين جيرين 8 بري ان القران كدمين جيرين واينا وحنا قون جيرني يعني كان يتم كخيغا بو انه وحو نقانو صبح حلو يقانو مركو دو صبح اخريو تدو بري كدمانايو وعن اكثرين ان بدون سلف كم دهنا في كل 7 ليال تدو هي كدمين جيرين مركا صبح مركو اخريو تدو هي القران كدمانايو وعن بعضهم يعني السلف في قريب كمذا واحد لقوا وريه في كل 6 ليال اللي حبينه كستاء إن المرد ما يجرين وعن بعضهم في كل 5 ليال شن حبينه كستاء كوار ما يجري وعن بعضهم في كل 4 ليال أفر حبينه كستاء كوار ما يجري وعن كثيرين إن بضروا كمذا سلف كنا في كل 3 ليال صدح حبينه كستاء كوار ما يجري مركب مارور بركو habeen marka uu akhriyo toban juz saddex bilood ku dhamaanaya marka wa an baadhihim fi kulli laylatayn
سلف غير كم من القرآن كوحي كل مينجرين لبدها بينه كاستمر بين مينجرين. وعن كثيرين إن بضن في كل يوم وليلة ختمة إن بضن سلف كم من هبين مال هبين مال بقرآن كل مينجرين. ومنهم وحكى من رجع سلف كها من كان يختم مت كل ما يقرانك في كل يوم وليلة ختمتين هبين يمالك استا لبقر كل مينجرين. سمعت هبين يمالك استا لبقر كل مينجرين. ما أنت يا مرحبا كنا مرحبا. ومنهم من كان يختم ثلاثا واحد عجتي إنه هبني ما نقف كل ما يصدح صدح ختم صدح قول بقرآن ما يجري بروف ثلاثا وختم بعضهم غيب كم إذا قرآن كوحيد دميان ثمانية ختمات سدود قرب دميان أربعا في الليل أربعا في الليل أفر قور هبنكي وأربعا في النهار أفر قور ما ننتي أفر قور بقرآن ما يجري هبيكين أفر قول بقرآن كده مجري. فمن الذين كانوا يختمون ختمة كو قرآن كده مجري هل ختموا في اليوم والليلة هبين يمالين يا كم ذها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تذكر اللي يجري هبين يمالين بقرآن كده مجري وحا كم ذها عثمان بن عفان وتميم الداري رحمه الله تعالى يعني رضي الله تعالى عنه صحابه ويانا وسعيد بن الجبير تابعه ويه ومجاهد وتابعه والشافعي إمام الشافعي وآخرون أنت أم الشغني عثمان بن عفان وأمير المؤمنين يتميم الداري وصحابيها سعيد بن الجبير المجاهد تابعينها إمام الشافعي هبين يمالين بقرآن كل مجرين هبين يمالين بقرآن كل مجرين. ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات كوا يعني هبين يمالين تهمر بكواس المجرين. ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات كو دمنجر صدح غور دمنجر القران كهبين يمالنتي عاو يبرو كلي صدح غور كو دمنجر القران كوا حكمدها سليم ابن عثر رضي الله تعالى عنه قاضي مصر في خلافه معاويه رضي الله تعالى عنه منك هذا قاه سليم ليرادو وحليق معاويه ان كاها مصر مامولها كاها ومعاويه وغاها ايا وخا ليجري ان القران كو دمنجر صدح غور دمنجر هبين يمال. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم أبو بكر بن أبي داود حلق وري إن القرآن كده ما يجري في كل ليلة هبين والباء ثلاث ختمات صدق قول هبين والباء صدق قول القرآن كده ما يجري يعني غفكم مركو فليو صعونا القرآن كده سوى خنجري وأركضنا إن شاء الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام النهي دي ذي مارتي صدق مع الموضح كي يقول القرآن كده ما يفهمين وحيس كنا قرنس القرآن كده ريكس بس كنا قرنسا. لكن علماء اللي يهبين ما لم يكن من جل يجو تبرك بك القرآن كيس كأخنا يام بك يعني تبرك. أما هذي اللي القرآن كفقه كيس فهم كيس صدق بروح كير قف كل دو كل ما ينبي وحوي رقف كاس القرآن كما فهمين. رواه أبو عمر الكندي في كتابه وحكوريه في قضاء مصر أضياشي أما قضادي رجع قضياشي مصر بكمدها أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات هذيك كريه القرآن كده ما يجري أفر قول بقرآن كده أفر قول بقرآن كده ما يجري هل تعبين كريه. قال شيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه سمعت شيخ أبو عثمان المغربي يقول كان ابن كاتب رضي الله عنه يختم بالنهار ما أنت وحده ما يجري ابن كاتب نكلي هذا أربع ختمات وبالليل أربع ختمات ما أنت القرآن كأفر قول بقرآن ما يجري هبين كين القرآن كأفر قول بقرآن ما يجري. إمام النووي مركب وحده وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة نينكاس رنجل ابن كاتب وهبين يمالين سديد قرد مينجري واتي أبن نيدو نسو قارته قرآن قرد مينتي سهبين يمالين انت مركو حكب بلابي يدكال ولي قرآن قرد مينجرين حلية دي نمينجرين قرآن حلية دي قرآن قرد مينجرين أيو انت كب بلابي وحلية هاي إمام نور رحمه الله تعالى وروى السيد جليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان عن عباد التابعين رضي الله عنهم سو كورنا إياه رقي تابعين تها متكم ده وحيري أنه كان يختم القرآن قرآن كوحد ما يجري فيما بين الظهر والعصر ظهر كي عصر كنت أقول حيس لا بس عصر ساعة عصر يدور حوم الدحية إنك هدو حلقة يا بقفك أقول لك صاحب بضنب قرآن كجسك وحكو أخرنا إلى تدقيق مركا رقا نوارة عصر يدور انت أقول حيس وحلق يري قرآن كود بين جرين كاسي تابعي قاها
ويختمه أيضا سيدوك القرآن كوكا دمجر فيما بين المغرب والعشاء أنت ولا حيث المغرب كي عشاء ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين أنت ولا حيث المغرب كي عشاء رمضان كا لبقور القرآن دمجر لبقور أي القرآن دمجر لكن قرما مغرب كي عشوا يلهي محاد عاي وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان لكن عشاء دب أولي بجرين حلقة رمضان كا إلى أن يمضي إلى هبين كتبه ربع الليل إلى هبين كتبه ربع الليل أفر ميلو ملك من مركة تكتب أي عشاء تكجل مركة وقت به يستان وده هي مغرب عشاء مركة مغرب كاي عشاء أنت وده حيساء أيو الله بقر قرآن كده مجري الله بقر أيو قرآن كده مجري وروى ابن أبي داود بإسناد الصحيح أن مجاهدا مجاهد رحمه الله تعالى إمام تابعي هويان وعبد الله بن عباس أدلي سويه أن مجاهدا مجاهد كان يختم القرآن وقرآن كل منجل في رمضان رمضان فيما بين المغرب والعشاء انت أول حيث المغرب في عشها في كل ليلة من رمضان هبين كستو رمضان كمغرب في عشها لحوض القرآن كل منجل صدن كهبين مركة رمضان كصدن جسب آخر انجل سمارة مجاهد رحمه الله تعالى وأرضي عبد الله بن عباس وياه. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب فيما بين المغرب والعشاء علي الأزدي وفي القرآن كأخرين دمجري إن تود حيث المغرب كعشها كل ليلة من رمضان هبوا رمضان كمده. وعن إبراهيم بن سعيد إبراهيم بن سعيد قال كان أبي يحتبي فما كان أبي عفوا كان أبي أبي وحوها يحتبي بدون يسته وينسي واتقاني الكس مرض الله سقص الحلوية أبيه وحوها من سأفرسته فما يحل حبوته مفرجرين حر جيساس يعني دون ينسي جيساس مفرجرين حتى يختم القرآن إلى قرآن كرنا ميو يعني أفرس العرب جلع عرب ضيت كاس ساس أفرسنا يا ودون ينسينا يقوي سكو حرنا يا دحلاس ما بفرجرين إلى قرآن كرنا ميو ما بفرجرين إلى قرآن كرنا ميو مارك الله سبحانه وتعالى تاس قرآن وفضي تذكره وحنا كينا سوى أخرنا بدن أفضل قرآن كأخرنا سبديو عرب وفضانية. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة كوا قرآن كودا منجري هل ركعة دوت مركتو كدان هل ركعة قرآن كودا منجري فلا يحصون لكثرتهم لما سوكو بكرة بديدود قرآن كواحي كودا منجري هل ركعة كليس لا تبقى لي هل ركعة قرآن كودا منجري لما سوكو بي بديدود بيدي يوم نور رحمه الله تعالى. فمن المتقدمين رجه رواحة كم ذها وقرآن كودا منجري هل ركعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وصحابها إمام أمير المؤمنين وتميم الداري صحابي أبو هيسنة وسعيد بن جبير تابعي رضي الله تعالى عنهم صدح ذا سيوحا لوريي إن كل ما يجري القرآن كختمة في كل ركعة ركعة وبيحي كنت كنجرين هل ركعة هل ختمة معنا القرآن كدمانتس بهل ركعة كنت كنجرين في الكعبة كعبة مكة كعبة اللي قلت كنا يا ركعة كستولة كنا يا القرآن كبال دمي مع السلامة سمارتان. وأما الذين ختموا في الأسبوع كوا قرآن كدما يجي أسبوع كدما ما يجري مرة هامر فكثيرون وبدئين ذلك القرآن كدما ما يجري هذا أسبوعنا وبدئين. نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بلغسوا نقلية يقولون ساين السميجرين. وعن جماعة من التابعين ركبوا خمدة تابعين تك عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمه الله تعالى رجع عن الشيخ والصحابة سجود تابعين سجود لنا وحال يجري يو أخر اسم مكة أخرنا يعني أسبوع يكون ما يجري إمام النووي رحمه الله تعالى وحو يجري هل دقيقة دمان. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لضائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم ما يقرأه انت أصلا كنت جنا إن شاء الله تعالى مدام أفرك لقاري بارك الله فيكم.